الفرق بين بين وقام، نستخدم بين عندما نريد أن نقول إننا أو شخص ما ذهب إلى مكان ما وعاد منه، يعني واحد راح ورجع، أو لم يذهب أبدا، لم يسبق له الذهاب أو ما رايح نهائيا. شلون؟ مثلا أقول he has been in Basra، هو قد كان في البصرة. إذا هو شنو؟ من أقول كان يعني هسه حاليا هو مو هناك راجع. جملة ثانية يقول I to China yet but I would like to one day. I عندك yet، من شفت yet معناها لازم بالجملة يكون have أو has وتصريف ثالث للفعل. زين أنا عندي هنا didn't و go، هاي الجملة أستبعدها نهائيا. ليش؟ لأن عندي yet يدل على الهاف والهاز، ما يصير أخلي did، هذا يدل على الماضي. هاي ما علينا بيها. نجي نستخدم haven't been لو haven't gone. قلنا أكو فرق بين البين والجان. الجان راح ذهب ولم يعد، ولكن البين أما ذهب وعاد أو لم يذهب أصلا. أنا أقول I haven't been to China yet، أنا أبدا لم أذهب، يعني لم يذهب، لم يسبق له الذهاب إلى China. But I would like، لكن أرغب بأن أذهب إليه يوما ما، فراح أختار been. ليش؟ لأن هذا يقول أنا لم يذهب، إحنا قلنا نستخدمه أما لشخص ذهب ورجع أو لم يذهب أصلا. نستخدم gone عندما نقول بأن شخص ذهب إلى مكان ما ولم يعد، يعني بعد ما راجع، راح وما ما معلوم الرجعة مالته. شلون؟ عادل is on holiday، عادل بعطلة. He to Dubai، he has been لو he has gone، الواحد من يصير بعطلة يروح وين؟ للسفر. زين he has gone to Dubai، هذا راح ذهب ولم يعد. ليش؟ لأن عنده عطلة، والعطلة عنده وقت يعني ما رجع. هاي الجملة تدل على إنه، ما تدل على إنه رجع، ما دا ينطينا فد إشارة فد شيء بأنه يقول رجع، بس مجرد أقول هو في عطلة وهو ذهب، قد ذهب إلى دبي.